صلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما جرت العادة والحمد لله، كل مرة تأتينا رعية، يأتينا أخ أو أخت ليعتنق الإسلام. اليوم تحضر معنا أخت فرنسية، هذه الأخت تبلغ من العمر 21 سنة، عمرها 21 سنة، اختارت اسم ابتسام. هذه الأخت اختارت اسم ابتسام، فرنسية الجنسية، ديانتها السابقة كانت نصرانية. الشيء لما سألناها، لأن كل إنسان ليدخل الإسلام إلا وكاين حاجة، إلا وكاين سبب اللي دفعه باش يقتنع بهذا الإسلام. ونحن ندرك يعني، وكما دائما تعرفوا بأن الإسلام يعيش يعني هجمات شرسة، أرادوا أن يشوهوا الإسلام، لكن الحمد لله الله عز وجل يتم نوره، الله عز وجل يتم نوره. هذه الأخت يعني قصتها من أعجب القصص. لما سألناها كيفاش حتى دخلت للإسلام وما الذي دفعك للإسلام، هي تقول كاين واحد الشيء أثر فيا، هو هذاك الأجواء اللي عندكم أنتم المسلمين في رمضان، جلسات وتكافل وتراحم، الغني يتفكر الفقير والغني يتفكر المحتاج إلى غيره. قالت هذه من الأسباب اللي أثرت فيا. وهذه الأخت يعني تقول، والناس اللي يعني كانوا سبب اللي جابوها والحمد لله ربي يبارك فيهم، يعني كان لها إنسان جار مسلم، هو من المسلمين من دولة عربية، يعني وقع له حادث مرور ومات أمامها، وحضرت مراسم الجنازة في بيت هذا الفقير، فتأثرت بتلك الأمور والقرآن الكريم إلى غير ذلك. من ذلك اليوم حوالي سنة بعد ما خرجت من الجنازة تحجبت ولن تنزع الخمار من فوقها. الحجاب ما دلعتوش في سنة قبل أن تدخل الإسلام، وتأثرت بتعاليم الإسلام، وها هي اليوم جاءت لتعلن أمامكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أمنيتها الوحيدة تقول، هي تقول: أمنيتي الوحيدة أن أقف على قبر رسول الله وأرى الكعبة المشرفة. نسأل أن يبلغها. إذن ستعلن أمامكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم أحيها على الإسلام، اللهم ثبتها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ثبتها، اللهم ثبتها، اللهم ثبتها. اللهم إنا نسألك، وسبحان الله، بالأمس أخوتنا من بني جدتنا يحيون هذه الليلة بالمعاصي وبالمجون وبالخمور وبالسفور، ونحن اليوم نستقبل فرنسية تعتز بالإسلام. فرنسية هذه الأخت لما دارت الحجاب ودارت الخمار، الأم انتها طردتها من البيت، أمها خرجتها من البيت، وتحملت ولازالت تتحمل، لأن أمها يعني مسيحية مطبقة متشدة في دينها. يعني سبحان الله، هي يعني قالت كل حد الحجاب تقيسها ورأي ترضمها، لكن لا، قالت رضا الله أولى. اللهم يا رب، من كان سبب فيه، ناس كانوا سبب اللي يعني علموها الإسلام، وقفوا معها ووجوها، جزاهم الله خير الجزاء، قوى الله شوكة الإسلام والمسلمين. آمين آمين، وصلى الله على سيدنا محمد.